الله يرحم الوالدين. اللي كيعرف شي واحد يعطيه نمرة التليفون ديالنا، راه كاين الدواء، كاين الدواء ديال اللي مرضى سرطان، واخا حتى يقتضى الحال بكم وما تبق ما تلق ما تكملوا مع الطبيب يقول لكم غير سير صافي سير ديو الدار ما بقاش عنده العلاج، غير جيبوه لينا حنا ان شاء الله باذن الله عز وجل قادر اننا نعاونوا. السلام عليكم، محمد شروق رئيس جمعية أهل السرطان ومؤلف كتاب أنا والسرطان وتجربة مع هذا المرض اللي كنسميه أنايا الجبال. هني سنوات الحمد لله تمارين مجرب مرض إكسبير. هذا السيد في الفيديو اللي كيدعي بأنه تعالج جميع السرطانات حتى في المراحل المتأخرة كما تيقول هو، حتى اللي يقول الطبيب صافي يعني الطب هز يديه هو انه مستعد يعالجو، يعني وكيعطي واحد الصفة واحد النماذج الصورة ديالو على اساله الطبيب من خلال النام ديالو من خلال هاديك هنا الطاقية ديالو ولا هنا، إضافة لاستغلال المشي ديال الدين. لكن الدين كيصنع عبارات دينية عندو لائحة ديال المرضى على أساس أنهم تعالجو، تليفون تتصل بهم تدوي معاه على أساس أنهم تعالجو، وأنه الخطير هادوك المرضى تيقولو متقولوش الطبيب ديالكم بأنني كنستعمل الأعشاب. ومعروف أن الواحد اللي كان مريض كاينين الشيميو والأشعة وكاينين الأعشاب، يعني خطر خطر ديال المرضى. هاد السيد هنا ماشي هو، هذا معناه اخرين حشومه تستغلوا المعاناه ديال الناس نمران والالم ديالهم والمحن ديالهم العلاج باي طريقه. الانسان اللي يكون مريض بسرطان اي حد يقول عليه يقول ليه كيديرها، ولهذا حنا الدور ديالنا هو التوعيه ونميلوا الكنوب ديالنا ندخينا انا والنصب ديال عباد الله. وانا كنظلم من جهات مسؤوله انا ندخل هذه الصحه ديال المواطنين. كما انا واحد في التعليق قال لي انا مستعد نملك مركز الا كنت تعالج الناس نمران بهذه الطريقه ومأرخص الاثمان نعالجوا الناس، انا نملك مركز. انا عندما الدوله كندير واحد يعني ميزانيه كبيره ديال العلاج ديال المرضى في المراكز العموميه ممكن أبحاث مستمرة، وأنا يعني كنا نعالج الناس، نعالجو الناس أسيدي بهاد السيد هذا، الناس كيما المحن الأونكولوجي، علم السرطان، طب السرطان، ناس خدامين في العالم، كينجو تيخترعو، تيبتكرو علاجات، وناس خدامين، كيجي واحد كيلمس كسولين طبيب، كيما ندوى الدين، كيما نضحك على عباد الله، بزاف الناس ضعاف. ما عندهم واحد الثقافة، ما عندهم واحد الخلفية، ما عندهم واحد يعني بزاف الحوايج ما عندهمش وكيستغلهم. ولهذا أنا كنطلب من أي واحد معني من الأمر أنه يتدخل ويحمس هاد الفوضى يعني وهاد استغلال المشي للمواطن والمرضى ديال السرطان.